تابعنا مع بعض معبر رفح اللي شهد دخول الدفعة الثانية من شاحنات الوقود لقطاع غزة، واللي بتقدر بحوالي 150 ألف لتر من السولار، محملين على 6 شاحنات، وتم دخولهم بالتعاون ما بين الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف دكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء. صباح الخيرات على حضرتك. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في البداية حابين نعرف التفاصيل المتاحة حتى الآن، كميات وأعداد الشاحنات المحملة بالوقود اللي دخلت لقطاع غزة. ممكن احنا من بداية الأحداث من يوم 7 أكتوبر احنا شباب الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع كافة المؤسسات التحالف الوطني وحياة كريمة وكافة المؤسسات في ملحمة وطنية بتتم على أرض سيناء، في سواء استقبال المساعدات عبر البر أو عبر البحر أو عبر الجو، ومن ثم استقبال أشقائنا الفلسطينيين في المستشفيات المصرية داخل وخارج شمال سيناء، وكمان زي ما تفضلت حضرتك في إدخال الوقود اللي حصل امبارح، وكمان دي الدفعة الثانية من الوقود 150 ألف لتر، وقبلها كان في حدود 24 ألف لتر من السولار. تمام. مصر كان ليها دور كبير في تجهيز الشاحنات وتسهيل دخولها من خلال معبر رفح، وشفنا مع بعض قد ايه الحمد لله انه ما استغرقتش وقت طويل بايدين الشباب المصريين. لو حضرتك تقول لنا التفاصيل اللي حصلت وازاي الشاحنات قدرت تدخل. والله يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده استاذ منى، انه احنا من يوم 7 اكتوبر وشباب الهلال الاحمر المصري بيعملوا الليل بالنهار، ويمكن في اخر احصائيه عملناها لعمل هؤلاء الشباب وصل عدد ساعات العمل لأكثر من 100 ألف ساعة عمل متواصل ليل بالنهار، بداية من استقبال الشاحنات أو استقبال الطائرات عبر مطار العريش الدولي، ومن ثم إعادة تفريغها ووضعها في مخازن، ومن ثم إعادة إرسالها إلى الجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني والجهات المختصة. فبيقوم الشباب بتجهيز هذه الشاحنات ومن ثم ادخالها الى معبر رفح وخضوعها الى الاجراءات التفتيش من قبل الجانب الاخر، ومن ثم عبورها الى معبر رفح البري. طب دكتور خالد، عايزين نتكلم اكثر على اليه التنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني والامم المتحده في الجانب الاخر. ازاي بتتم اليه التنسيق؟ ازاي بيتم معرفه اهم القطاعات اللي بيتم يعني استثمارها او يتم العمل عليها لامدادها بالوقود؟ هل في اولويات معينه، مستشفيات او المخابز او غيره؟ يمكن انا بشكرك على السؤال استاذ محمد. احنا يمكن من بدايه الازمه واحنا على تنسيق مستمر تام مع الهلال الاحمر الفلسطيني من يوم 7 اكتوبر، ونجحنا يوم 8 اكتوبر في تسليم اول شحنه من المساعدات الطبيه للهلال الاحمر الفلسطيني، ومن بدايه هذا اليوم واحنا في اداره للازمه بتتم ما بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري، واللي بناء عليها بيرسلوا لنا الاحتياجات يوم بيوم سواء كانت الطبيه او الغذائيه، اللي احنا بدورنا بنبعتها لاصدقائنا من جمعيات الهلال والصليب على مستوى العالم كله، اللي بدورهم بيتم بعدها هم التنسيق مع الهلال الاحمر في ارسال المساعدات، وسواء كانت عبر الطائرات او عبر البر او عبر البحر، اللي احنا بدورنا بعدها بننسق مع كافه الجهات على ارض سيناء تحديدا، ومن ثم ادخال هذه المساعدات سواء كانت الطبيه او الغذائيه او كافه الاجهزه والمستلزمات الى الهلال الاحمر الفلسطيني. طيب معلش دكتور خالد، انا عايزه تاني اكمل كلامي عن الوقود واهميته، لان احنا عارفين قد ايه الفتره اللي فاتت كان في مشكله كبيره في قطاع غزه، واعتقد انها ما زالت مستمره برغم دخول الكميات. عايزه اعرف بعد لما الوقود بيدخل، هل بيتم التنسيق؟ ايه الجهات اللي رايحه لها؟ ويتم كيفيه يعني توزيعها، ولا احنا ما علينا غير ان احنا نوصل هذه الكميات وهي مهمه؟ يعني الله يعين الشباب اللي فعلا قاعدين زي ما حضرتك قلت بيشتغلوا 100 ألف ساعة متواصلة. ويمكن زي ما تفضلت لحضرتك وانت، وانه احنا بيتم التنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني، ويمكن الثلاث ايام الماضيه تعطل عمل الشاحنات في الجانب الفلسطيني بسبب عدم وجود وقود يكفي لتشغيل هذه الشاحنات اللي بتقوم باستلام المساعدات من الجانب المصري،
أو في الجانب الفلسطيني، ومن ثم تسليمها إلى الأونروا وتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. فنجحت مصر في إرسال أول دفعة من أو أول شحنة من السولر لتشغيل الشاحنات وجزء من المستشفيات، وكمان نجحنا امبارح في إدخال 150 ألف لتر من السولار لتشغيل الشاحنات والمستشفيات. ويمكن خلينا نأكد على نقطة مهمة جدا، ودي احنا أكدنا عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه كل ما دخل إلى قطاع غزة لا يعد أن يكون نقطة في محيط الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، كل الشكر لحضرتك.